إخواني وأخواتي المواطنين والمواطنات. لقد وضعت نصب عيني منذ أن تشرفت بتولي مقاعد الحكم الساعي نحو التنمية الشاملة. من هذا المنطلق اطلعنا على رؤية المملكة السعودية لأقدام الشؤون الاقتصادية والتنمية ووافق عليها مجلس الوزراء. سعيد اليوم بلقائكم بعد إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. بيعلن خلال الأشهر القريبة عن البرامج اللي بتطلق، أولها برنامج التحول الوطني. هذا بيكون أول برنامج تنفيذي لتحقيق أهداف الرؤية في قطاعات عديدة، أهمها قطاع الخدمات والاحتياجات اللي يحتاجها المواطن، ونعتقد بيكون فيها تفاصيل أكثر واضحة عند إطلاقها. سلطان عاد شباب و... أنت سيد الشباب طال عمرك. يطلع تشخيص صح. بس خف تاخذونها. هنلف كذا ولا على جلستنا؟ طبعا ترى باخذ راحتي بالجواب. تحب نبدأ؟ إذا سمحت. معاليك، نكمل هذا العام 5 سنوات من التحول الوطني، فنبغى نحكي للمشاهدين الحالة اللي كنا فيها والتحديات، وبعدين نتكلم عن وين وصلنا اليوم وكيف حققنا ذلك. في 600 مليون نفر هنا، وش الحكاية؟ حيصيروا مليون واحد بس. حيصيروا مليون واحد. خلينا ناخذ راحتنا شوي. احنا من عام 1970 عندنا خطط خمسية، كل 5 سنوات خطة خمسية لتطوير الاقتصاد. ليش 2015 ما كانت خطة خمسية زي المعتاد؟ ليش فجأة أصبحنا نحتاج تحول وطني؟ العالم تغير، تحولات جيوسياسية، أسواق، حروب تجارية، كوارث، أنواع كثيرة، العالم تغير. يعني المملكة بنينا اقتصادنا كاقتصاد بترولي، وهذا أعطانا نوع من الاتكالية. المملكة كانت عندها فائض مالي، فائض في الصادرات، وما كان فيه صراحة حاجة لأننا نبني اقتصاد متنوع، وهذا للأسف يعني زرع فينا اتكالية نعترف بها ولا يجب أن ننكرها. النمط الحكومي كان نمط بيروقراطي، كان نمط ممل، كان نمط منفر للخدمة ومسؤوليات متعددة أو مبعثرة صح التعبير يقوم عليها 13 جهاز مختلف. تروح البلدية عشان تطلع تصريح، اجلس لك وآخرية، تروح التجارة، تروح مدري وش، وتروح يعني اركض. حتى القضاء كان اركض وراء القضاء. كان الازدحام يلحظ الكثير أمام حاكم التنفيذ. ما كان عندنا نظام للرهن التجاري، ما كان عندنا نظام للامتياز التجاري، ما كان عندنا نظام للإفلاس، نظام حماية المستهلك، ما عندنا نظام حماية المستهلك. أول كان عندنا عقود متباينة وعقود مزاجية، وعقود قد تتباين من شركة لشركة أخرى أو حتى من فرد لفرد داخل المنشأة، ولذا الاستثمارات لم تقدم لنا. عدد الشكاوى في القطاع وصلت إلى عدد مخيف. ترتيب المملكة في جودة وسرعة مثلا الانترنت وجودة البنية التحتية الرقمية، ترتيبنا فوق المية، 105، 109. أيضا كان ترتيبنا في المملكة العربية السعودية في مؤشر الأمن الغذائي كان في مكان متأخر جدا، مش لا تليق بالمملكة العربية السعودية. غير كذا كنا الدولة الوحيدة في العالم بالنسبة لتقييمنا في تقرير المرأة، كان ترتيب المملكة العربية السعودية تفتح البنك الدولي آخر دولة في العالم المملكة العربية السعودية. فعلا كان هناك العديد من العقبات التي تؤدي إلى تأخير إيصال الحق لمستحقه، وهي المرأة في كثير من الحالات. كانت المرأة ما تسوق، كانت المرأة ما تعمل في جميع القطاعات، كانت المرأة لا وجود لنساء قياديات. في 2015 كانت في صعوبة في وجودي أنا كمرأة في المحاكم. صارت لك مواقف؟ أكيد. عام 2015 ذكرت أن السعودية جاءت في 23 عالميا حيث زيادة معدلات وفيات الطرق، أعداد وفيات وإصابات عالية جدا. البنية التحتية فيها تحديات كبيرة. إذا ما في طرق زينة بتعاني السياحة، إذا ما في مطار
بتعاني السياحة، وهي تضاف إلى تحديات وعقبات أخرى من أهمها ضعف في البنية التحتية والبيئة. طبعا تحديات كبيرة، كيف نرفع مستوى الرضا، كيف نزيد كفاءة وإنتاجية منشآتنا الصحية، كيف نستخدم التقنية بكفاءة عالية، كيف أقدر نسوي أتمتة كاملة لكل خدماتنا، كيف أستطيع أخصص 70% من القطاع. كان نتكلم على عدد 250 ألف وظيفة في القطاع، بس التوطين دون 36%. هو بلا شك لما شفت هذه المؤشرات كان شيء مخيف بالنسبة لي صراحة. فهذه الأشياء لا ترتكل الطموح. يا سيدي أنا ممكن أحكي معك 4 ساعات على لماذا، بس باختصار العالم كله بيتغير، فمواكبة هذا التغيير لازم يؤخذ بشكل جدي جدا للمحافظة على مكان المملكة الجغرافي، عمقها الإسلامي والعربي، وكم يمر فيها من تجارة العالم، وقدرة المملكة الاستثمارية كيف تمكن وتلعب دور في التنوع الاقتصادي. نشوف العالم يتغير، وأعتقد من الطبيعي أن نكون إحنا قائدين هذا التغير. رؤية المملكة 2030 استشعرت هذا النقص، واستشعرت حتمية أن المملكة تنوع الاقتصاد، ولا ننتظر حتى أفول عصر البترول لخلق هذه القطاعات الحيوية والحساسة والمهمة، والتي ستكون بديل مستدام للثروات الطبيعية. رؤية 2030 شاملة لجميع مفاصل الاقتصاد، الأعمال، البنية التحتية، التجارة، الحياة الاجتماعية. برنامج التحول الوطني يحمل الآن ما يقارب ثلث هذه الأهداف الاستراتيجية للرؤية، حوالي 35% من أهداف الرؤية، ويشمل تحت مظلته 10 وزارات. ال10 وزارات هذه تجتمع كلها في خدمة المواطن وتحسين أداء الحكومة. نتكلم عن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خدمة القطاع الخاص وتنمية القطاع الخاص، جذب الاستثمارات الأجنبية، تنمية الاقتصاد الرقمي، تطوير الحكومة الإلكترونية، كلها أهداف يهدف برنامج التحول الوطني لتحقيقها. في الأول أخذنا وقت في التخطيط والإعداد ورسم البوصلة، وين رايحين وإيش المؤشرات وإيش المستهدفات وإيش أماكن الوجع، وبعدين نزلنا الميدان. العزيمة واضحة، ولكن ماذا عن آلية التنفيذ؟ قبل أن نبدأ الخطة كانت طموحة ومنطقية، ودعمت بكل الموارد المطلوبة، بالمال وبالتقنيات وبالبشر. المطلوب كان فقط التنفيذ، الالتزام بالتنفيذ. جينا نعرض على الأمير، وإحنا نعرض بعدين 5 دقائق أو 10 دقائق، سمو سيدي سأل واحد قال كم صار لها المدفوعات الرقمية في العالم كفنتك؟ جاوبنا قلنا سيدي صار لها 9 سنين. قال في 9 سنين تمون تحلوا لي إياها في 9 شهور، عندكم 90 يوم. غادر سيدي الاجتماع. إذا كنت تعمل مع سمو سيدي ولي العهد، دائما البار متحرك، دائما السقف يطلع فوق. كيف توازن بين الطموح الكبير جدا والواقعية؟ كيف تدمج؟ نتعامل مع هدف طموح لن نتنازل عنه أبدا، وفي نفس الوقت نكون واقعيين في تنفيذنا وأدائنا بشكل يومي. وفي المقابل هناك أدوات القياس. هل أنا on track؟ أنا ماشي صح؟ هل أنا لازم أسرع؟ بس اليوم ما ينفع تتكلم عن الطموح وعندك الركائز وخط الأساس في تحديات كبيرة. وكان لابد اجتماعات أسبوعية، كان صراع، والزملاء تحملنا بعض، يعني كلنا تحملنا بعض. في البدايات كأي يعني مرحلة تعلم يواجه يعني كثير من التحديات، فحتى مواضيع التمويل، تمويل المبادرات كانت تواجه دورة طويلة. كان عندنا تحديات في الصرف، تحديات في التعاقد، تحديات في الالتزام. تهاوي أسعار النفط كانت تسببت في هذا الانكماش. تحديات كثيرة، أنا أذكر يعني واحدة منها لما انخفضت أسعار النفط إلى مستويات متدنية جدا، كان لابد من مراجعة جميع المبادرات.
بدون استثناء. فتخيل أنت عندك أهداف استراتيجية كبيرة جدا وقطعت مرحلة من التنفيذ والعقود وفجأة تصل إلى تقول والله لازم أراجع كل شغلي هذا كل شيء. دائما لما يواجهنا تحدي نشوف الصورة الأكبر الصورة الأشمل، ليش الهدف هذا موجود ونرجع له. تعرف هذا يسموه نورث ستار، يعني نجم الشمال. نجم الشمال وين رايح انت؟ نطلع من التحدي هذا نقول لحظة احنا ليش قاعدين نسوي هذا، وش الهدف؟ ترى عندنا نورث ستار نبي نصل. كنا نستشرف المستقبل ونبحث عن اقتناص الفرص وليس فقط حل الإشكاليات والتحديات. ما هي أكثر الأرقام التي تفتخر بها وأنت رجل الأرقام بعد هذه الرحلة التحولية في الخمس سنوات الماضية؟ شهادة البنك الدولي أن المملكة العربية السعودية أكثر دولة إصلاحا في بيئة الأعمال العام الماضي في العالم. Saudi Arabia, congratulations to you all. إحنا مو عدد الإصلاحات وبس، العدد والسرعة والأثر. المملكة اليوم تقدمت 138 نقطة في مؤشر بدء الأعمال، كنا 141 صرنا 38، وكنا 92 على مستوى العالم وصلنا 62. نمو عدد المؤسسات 70% من 650 ألف مؤسسة إلى أكثر 1,100,000 مؤسسة في 5 سنين. وتأسيس الهياكل الحكومية الجديدة، هيئة المنشآت الصغيرة المتوسطة، هيئة التجارة الخارجية، المركز الوطني للتنافسية، مركز الأعمال، الهيئة السعودية الملكية الفكرية، نظام الامتياز التجاري، نظام الرهن التجاري، نظام الغرف التجارية، نظام الشركات المهنية، نظام الإفلاس، نظام التجارة الإلكترونية، التطوير التشريعي، التطوير الإجرائي، التطور التقني، الهيكلة هذه كلها في الأخير المحصلة بيئة أفضل لاستقطاب وتحسين البيئة الاستثمارية، الباقي كله نتيجة. Trade and investment has faced a lot of challenges through the pandemic. الإنجاز الثاني في 2020 إن المملكة بينما كثير من الدول لم يكن كل الدول واجهت انحسار في استثماراتها خلال هذا العام الصعب. المملكة في الواقع كان في نمو يقارب 10% في معدل الاستثمار الأجنبي في 2020، ونالت مركز أفضل دولة تحسنت بيئة الاستثمار فيها. وأيضا تجاوزت الاستثمارات الأجنبية في عام 2020 أكثر من 1,200 رخصة استثمار أجنبية. فكل هذه مؤشرات جيدة جدا ويعني تبشر في الخير، وأعتقد قاعدة صلبة نبني عليها في الأعوام القادمة. الحمد لله في حراك غير عادي، في إنجازات غير عادية، في تطور تقني غير عادي. بل أكبر منجز هو التنافسية الرقمية اللي وضع المملكة رقم 1 من ضمن المجموعة 20 في جميع المجالات، في التنفيذ ووضع الاستراتيجيات، في القدرات، في البنية التحتية وفي التشريع، ولكن أيضاً في مؤشرات أخرى على مستوى البنية التحتية الرقمية. اليوم نحتفل نحن رقم 5 عالمياً، كان ترتيب المملكة 105 في مؤشر السرعات، اليوم إحنا من أفضل 10 دول على المهارات. منتدى الاقتصاد العالمي اليوم يصنفنا رقم 9 في المهارات الرقمية ومهارات المستقبل، وأطلقنا أكثر من 20 برنامج مد بحزم تحفيزية أيضاً تجاوزت 500 مليار ريال. وفي 3 سنوات وين وصلنا؟ التوطين 52%، نسبة مشاركة المرأة 23%، وعلى مستوى الاقتصاد الكلي شفناها في 2019 وهذه آخر أرقام أصدرت، كان نسبة نمو الناتج المحلي غير النفطي 3% على الاقتصاد الكلي، في قطاعنا نمت 6%. فعلا ولله الحمد يعني السوق في 3 سنوات الماضية رجع كقيمة اسمية فوق 40 مليار دولار، يعني قاعد تتكلم على يعني إنجاز ما له مثيل. وأيضا في وسط أكبر تحدي جاء على البشرية في 9 سنة الماضية جائحة كورونا، كثير من الدول تراجعت عن التوب 10 والمملكة دخلت التوب 10، فهذا كان كمؤشر
أن في وقت الأزمات فعلاً تتجلى القيادة والريادة، فكانوا الأبطال بالأرقام والحقائق. طبعاً من أهم الأشياء في التعامل مع وباء مثل كورونا الذي يعني غزا العالم هو تحدي هائل، ورأينا كيف الدول المتقدمة عانت وأنظمة صحية انهارت وكيف الوفيات عالية في الدول، بينما المملكة ولله الحمد يعني تعامل مع كورونا بتجربة جميلة جداً. الحمد لله كثير من العالم يتناقلون تجربة المملكة في آلية التعامل مع كورونا. حرصنا على استخدام تقنية بفعالية حتى تصل الناس للخدمة بسهولة. أول شيء عندنا 937 يستقبل اليوم قرابة 60,000 مكان، ويعمل فيه قرابة 1,200 شخص. طبعاً المركز توسع بشكل هائل. أطلقنا مثلاً تطبيق موعد والذي يتيح أخذ مواعيد في المراكز الصحية بسهولة. عمل عن طريق هذا التطبيق 67 مليون موعد. عندنا كذلك تطبيق صحة يقدم الإستشارة الطبية وجه لوجه عن بعد. فهذه كلها خدمات إضافية تجعل الشخص يستطيع الحصول على خدمة طبية 24 ساعة دون الحاجة إلى مغادرة مكانه، باستخدام التقنية في التقصي الوبائي، في تقديم الخدمة العلاجية، في الوصول للخدمات، في إعطاء اللقاحات حاليا، كلها ساهمت في الوصول للخدمة بشكل أفضل. ولذا استطاعت المملكة أن تتعامل مع الجائحة صحيا كأفضل 4-5 دول في العالم. فيما يتعلق بتعزيز السلامورية، الحمد لله تم خفض الوفيات من عام 2017 ل 2019 ب 41%. نعلم أن خلال 4 سنوات انخفضت الوفيات قرابة 40%. وفي مؤتمر ستوكهولم الأخير وأمام الملأ، رئيس المنظمة في كلمته اللي تداخل فيها يقول: أنا اطلعت على تجربة المملكة السعودية في مواجهة هذا الملف الهام، وأدعو دول شرق المتوسط لتبني استراتيجية المغرب السعودية. أنا كمواطن قبل لكم مسؤول حسيت بالفخر أنا خارج المملكة في قاعة فيها الآلاف. كل هذه كانت حقيقة من نتاج التحول والرؤية التي نعمل عليها، والتي حقيقة أحدث فرق كبير، ومشيت لا نستمر في هذا العمل. عندك منظومة العدل، 82% اليوم من منظومة عدلية automated online. كان الطلب الاعتيادي من تقديمه إلى إتمام طلب التنفيذ يأخذ ما بين 4 أشهر إلى 6 أشهر. الآن ينفذ الطلب خلال 3 أيام، كلها سلسلة إجرائية رقمية بالكامل. لدينا 70,000 مستخدم يوميا نخدمهم عبر منصة ناجز. لدينا أيضا أكثر من 10 ملايين وثيقة تم رقمنتها. لدينا أكثر من 300,000 حكم صدرت عبر الاتصال المرئي عن بعد. طبعا مرتبط عمل وزارة العدل بالعديد من المؤشرات، من ضمنها مؤشر استقلال القضاء تقدمت فيه المملكة تقدم كبير جدا. أنشئت المحاكم العمالية لأول مرة في المملكة، المحاكم التجارية لأول مرة في المملكة، ثم أيضا تبع هذا العديد من الإجراءات حتى من الناحية الشكلية الذي تحقق في ملف المرأة والأسرة الحقيقة الكثير، مثل النفقة، الحضانة، الزيارة، أيضا قضايا العضل وغيرها. الآن من خلال العديد من التشريعات والأنظمة والقرارات والقواعد يسرت هذه الإجراءات بشكل كبير جدا. نحن تفوقنا في عام 2020 في مؤشر البنك الدولي فيما يخص المرأة والقانون. صار في تمكين أكبر للسيدات بوجودهم بعدة مناصب قانونية، مثلا في الإحالات الآن سيدات، كتابات العدل الآن سيدات، حتى في الاستشارات أول ما كان عندك استشارات. وبالتالي يصبح القضاء مؤسسيا من ناحية الهيكل، من ناحية الشكل، ومن ناحية الإجراءات، ومن ناحية الموضوع. وتحقق هذا التحول الكبير المؤثر في إيصال العدالة بيسر للناس. المملكة بتحاول أن تسبق الركب لتنهض باقتصادها وتنميتها. فيما يتعلق بقطاع السياحة، ففتح القطاع للسياح من خارج المملكة كان أشياء لنفخر بها. واحد ألماني يقول: كنت أطلع من قريتي عشان أجي للسعودية، أروح للسفارة، اليوم هذاك كله أحجزه لإني أقدم للتأشيرة أني أجي للسعودية. اليوم جالس في بيته، ضغطة زر 5 دقائق تأخذ منك علشان تأخذ تأشيرة
كل الإجراءات تمر بدون تدخل بشري. وما شاء الله يعني خلال 3 شهور أو 4 شهور وصلنا أكثر من 400,000 ساعة. كيف كان شعورك وانت تشوف أول سائح بفيزا سياحية يدخل السعودية؟ طلعت المطار وقبلت، هذا إنجاز كبير جدا. صندوق التنمية السياحي مول إلى الآن مشروعين وإن شاء الله عنده مشاريع كثيرة على الطريق. أعلننا عن 1,000,000 وظيفة والآن إن شاء الله قريبا بنشتغل على 100,000 وظيفة لعام 2021 في موسم تنفس في الصيف. سجلت عندنا 100 شركة سياحية. في حملة الشتاء اللي سجل عندنا 300 شركة سياحية. 16% من إجمالي الناتج المحلي لإسبانيا يجي من السياحة. اليوم احنا على 3-3.5%. فمهم جدا الملف هذا. بلداننا تحمل إرث وثقافة رائعة جدا، لكن اليوم نبغى نضعها بطريقة جميلة يعني لها انعكاس إيجابي للمدينة نفسها. بدأنا في الشوارع الأساسية اللي فيها أكثر حركة من عدد الحفر السوداء اللي احنا تم إغلاقها، أو عدد الزرع الحدائق، أو إزالة المخلفات، يعني وكلها أرقام بال7 مليون والأرقام كبيرة. اليوم أنت تشوف مثلا لوحات بطرق مختلفة، أحيانا اللوحات بحد ذاتها تشوه بصري مزعج للعين، فكيف ننظم طريقة اللوحات بحيث أنها تكون مع ضمن الكود البصري عليها. الأرصفة اللي في الطرق، يعني يمكن أنت شفت كثير من المخططات سابقا يعني في جزيرة في النص ما حد يستفيد منها، والمنطقة اللي على اليمين ويسار أرصفتها قليلة، وهذا حتى يقودنا إلى أعلى شوي إلى عملية أنسنة المدينة. كيف نخلي المدينة أقرب للإنسان ما هي أقرب للآلة أو السيارة؟ هذا كله الآن ضمن برنامج التحول الوطني اللي نشتغل عليه. أيضا فرص بالنسبة لنا كانت هي منصة شفافة تقدم بوضوح كل العمليات، أنت تستطيع أن تعرف كل شيء، تقوم بممارسة كل شيء وأنت في مكان عملك، وليس تحتاج أنك تروح على الجانب كله. الحمد لله يعني اليوم ببلدي، مع أن حنا تقريبا نقول حنا فيرجين واحد، إلا أننا فخورين بعدد الاستثمارات اللي وقعناها، أكثر من 6,000 تقريبا و200 فترة بسيطة. عرضنا عدد كبير من الأراضي. الآن كثير من الأشياء صارت إلكترونية، أكثر من 10,000 ممكن إلكتروني، شكلنا لجان سريعة للاستجابة، فأصبحنا أقرب للمستثمر واحتياجاته. وإذا ما عندك سوق عمل جيد لن تستطيع أن تستقبل استثمارات جيدة. إذا حسنت العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، أنا جذبت الاستثمارات المحلية والدولية. عملنا مجموعة من البرامج. البرنامج الأول أنه برنامج حماية الأجور، وصل نسبة الآن من يأخذ الأجر في الوقت 85%. أيضا أطلقنا للأجانب العلاقة التعاقدية اللي هي الخروج وعودة، إمكانية الخروج وعودة والخروج النهائي والتنقل بين أصحاب العمل، هذه ما كانت موجودة، هذه مهمة لسوق العمل. أيضا أطلقنا العقود الرقمية والعقود الموحدة. أيضا فيما يتعلق بتمكين المرأة، المشاركة الاقتصادية للمرأة قفزت من 17% إلى 31%، هي تقريبا الضعف. خلال 4 سنوات من 17 إلى 31%، هذه نقلة نوعية ولا حصلت في أي دولة أخرى في بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. حصة المرأة في سوق العمل قفزت من 21% إلى 31%. تشكل المرأة في الخدمة المدنية 42%. تشكل المرأة القيادية في الخدمة المدنية أكثر من 3.5%. اللي يجي بس يدخل المطار يقدر يشوف التغيير اللي حصل. قبل 4-5 سنوات ما كنا نشوف أي سيدة تعمل في المطار، لكن اليوم موجودين في وزارة العدل ككاتبات عدل، موجودين في مهندسات، موجودين في مجالس الإدارات. أي وظيفة موجودة في المملكة العربية السعودية المرأة ممكن تعمل فيها، والأهم أيضا وصولهم إلى مناصب قيادية. أيضا فيما يتعلق ب القطاع التنمية الاجتماعية، وصلنا مستهدفات الحمد لله تفوق المستهدفات اللي علينا فيما يتعلق بالتطوع، فيما يتعلق بالقطاع الثالث. كان مستهدفنا في عام 2020 أن نصل 300,000 متطوع، ما وصلنا له في 2020
وصلنا ل 409 ألف متطوع. طبعاً المجالات العمل التطوعي متعددة، عندنا مجال بيئي، المجال الصحي، المجال الاجتماعي، المجال الديني، مجالات متعددة. قفزات هذه اللي ساعد عليها أنها وثقت أنها تحول إلى تطوع مؤسسي، بالإضافة أن رؤية المملكة أولت اهتمام جداً عالي بالعمل التطوعي وضمنت أحد برامجها. إحنا مجتمع، إحنا قادرين ننافس دولياً في العطاء، أيدينا بيضاء على حول العالم كلها. وبإذن الله خلال عام 2021 تزول عننا إن شاء الله هذه الجائحة، ويبدأ الاقتصاد بالتعافي، ويبدأ إن شاء الله نرى مكتسبات أكبر لتحقيق رؤية المملكة 2030. فخورين بالمملكة حققت أكبر مخزون غذائي في المنطقة، وتقدمت للمرتبة 30 في مؤشر الأمن الغذائي. أصبحت المملكة مضرب مثل أمام دول العالم كافة في الوفرة الغذاء أثناء ذروة الأزمة. وصلنا لله الحمد حاليا إلى طاقات كبيرة جدا، يمكن تكون هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، بطاقات تخزينية تصل إلى 3.5 مليون طن من القمح، موزعة على 15 موقع في المملكة العربية السعودية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. بداية الأزمة هل كنت قلق بما أنه هذا أول اختبار للأمن الغذائي؟ الإجابة الصحيحة أنا قلق باستمرار، وسأبقى قلق باستمرار. من يكون مسؤولا عن الماء والغذاء لابد أن يبقى قلق، وإن قابلت مسؤول ليس قلق فهذا اليوم الذي يجب أن يغادر فيه. الله يعينك. في قطاع المياه هو قطاع الأرقام في الواقع. اليوم إحنا بنضخ في شبكة المياه أكثر من 10 مليون متر مكعب. في عام 2016 كان إنتاج المؤسسة 3.6 مليون متر مكعب من المياه يوميا. من نفس المنظومة هذه، من غير أي زيادة، استطعنا أن نصل إلى 5.4 ومن ثم 5.9. بحسبة بسيطة تجد أن اليوم عندك زدت الإنتاج، خفضت استهلاك الكهرباء، خفضت في التكاليف التشغيلية. المؤسسة بذلت جهد رائع في السنتين الماضية، يعني ارتفع من إنتاج 3.5 مليون إلى 5 مليون بدون أي تكاليف. حبيت أزور أحد المحطات بس أبيش. إحنا نتكلم عن كمية إنتاج تعادل 760 ألف متر مكعب يومياً، بما يعادل تغذية 3 مليون نسمة. وقدرة المملكة، قدرات المملكة في تحلية المياه المالحة وأنظمة النقل هي الأولى عالميا. اليوم في العام 2020 لدينا براءة اختراع قيد التنفيذ، واستحقق نقلة نوعية في قطاع تحلية المياه في العالم. الأرقام هذه عبارة عن نتاج عمل منظم، مبادرات متجانسة نتج عنها مشاريع تمس المواطن ومشاريع حيوية لمواكبة التنمية في المملكة العربية السعودية وتحقيق رؤية المملكة 2030. إذا أتحدث عن قطاع البيئة، يعني على سبيل المثال، أصبح عندنا مش مركز يعنى بالالتزام البيئي، هناك مش مركز يعنى بالأرصاد، عندنا أيضا مش مركز يعنى بالحياة الفطرية. اليوم المحميات اللي عندنا 16% كان 4.5 أو 4.35 على وجه الدقة. أيضا بعد ذلك عندنا مش مركز يعنى بالغطاء النباتي ومكافحة التصحر. اليوم عندنا مشكلة احتطاب جائر، ولكن في لائحة تنفيذية اليوم هي تجرب ذلك وتغلظ العقوبات في ذلك. عندنا الكثير من مشاريع التشجير، اليوم أنجزنا أكثر من اللي أنجزته الوزارة، أكثر من 10 ملايين من الأشجار، وهذه رحلة مستمرة. الآن ولله الحمد بعد مضي 4-5 سنوات نجد إنه ماكينة الحكومة في يعني من الأفضل على مستوى العالم من ناحية سرعة التنفيذ وجودة التنفيذ. وأيضا ترى 4 سنوات هي قصيرة في عمر الشعوب، هي قصيرة جدا. رحلة التحسين لا تتم في يوم وليلة، رحلة التحسين تأخذ وقت. فعلا كانت رحلة يعني صعبة لكنها في غاية الجمال. هل اللي وصلنا اليوم في السعودية هو ذروة طموحاتنا؟ لا لا، تونا بعدين مشوار طويل، ما بعد سوينا شيء. أنا أقول لك لا لسه، لأنه هذه البداية وهذا الوتيرة، والنجاح يولد نجاح، والعزيمة تولد عزيمة. وتعرف العجلة لما تدور
تستمر والنجاح معدي. فنحن مستمرين على هذه الرؤية. لازلت أقول القادم أفضل بكثير، ولا زال في مستهدفات كثيرة. حقيقةً طموح سمو العهد كبير، وهذا إن شاء الله حيكون دافع لنا لتقديم المزيد. وإحنا نعرف أن هذه رحلة تحولية، وإحنا ما زلنا في الثلث، تونا انتهينا من الثلث الأول من رحلة 2030 ومكملين إن شاء الله. يعني اليوم المملكة العربية السعودية هي الاقتصاد رقم 18 في العالم، لا يرتقي أبداً وغير مقبول أن نكون أقل من ذلك في جميع الجهات. اليوم كلنا أصبحنا ننظر لحياتنا أو زمننا والزمن المستقبلي نطمح بشكل كبير. نتطلع أيضاً أن المواطن المستثمر، الشركات الصغيرة والمتوسطة، قطاع الأعمال يرى نتائج بأم عينيه ويرى هذا التنفيذ وهذا التركيز على التحول الوطني بشكل ملموس وواقعي ويخدم الجميع.